الفيلد تاني في الاوتوميشن وهو فيلد انترستنج شويه ما كناش بنهتم بيه او ممكن ما نهتمش بيه اثناء دراستنا بس هو مهم جدا في للشركات هو التست اوتوميشن ان انا ازاي بما ان عندي السيستمز بتبقى معقده او الويب سايتس او الموبايل ابلكيشنز بقى فيها فيتشرز كتيره فازاي ان انا اتاكد ان الفيتشر دي شغاله كويس ازاي اتاكد ان السيستم بتاعي بيبرفورم كويس كل ما اعدل تعديل مش محتاج ان انا ابدا من الاول واحاول اتاكد ان السيستم شغال كويس وتست كل الفيتشرز كل مره ده بروسيس بتكلف وقت وفلوس كتير فبدانا ان احنا نتجه للتست اوتوميشن التست اوتوميشن ان انا بفهم الماشين ان انا لو دوست على الزرار ده المفروض يطلع لي رساله مثلا معينه لو دخلت مثلا اسمي وعنواني لازم يتاكد من رقم من عنواني سليم مثلا ولازم يطلع لي رساله يقول لي تم ادخال البيانات مثلا كل ده دي اكزامبلز على التستنج دي حاجه بنعملها بايدينا النهارده عشان نتست الابلكيشنز بتاعتنا بس مؤخرا بدا يبقى في اتجاه ان انا اعمل الحاجات دي بشكل اوتوميتد الماشين هي اللي تعملها او الكمبيوتر هو اللي يعملها ما يعملهاش بني ادم او علشان البني ادم يركز في الكيسز الصعبه البني ادم اذكى من الكمبيوتر بمراحل النهارده ومازال وهيفضل اذكى وبيقدر يتعلم اسرع فبدأنا نتجه ان احنا نخلي الهاي فاليو اسيت بتاعنا اللي هو البني ادم ان هو يركز على الحاجات اللي ليها هاي فاليو الكيسز الصعبه جدا اللوجيك المعقد ونخلي الكمبيوتر يتست بقى كل حاجه تانية بسيطه او سيمبل او ممكن انها تبقى اوتوماتيك دي الفيلدز الثلاثه اللي بدات الشركات تدور عليهم مؤخرا طبعا الفيلدز الاساسيه اللي كنا متعودين عليها او اللي كلنا متعودين عليها زي الويب ديفلوبمنت والموبايل ديفلوبمنت والامبيدد سيستمز والسيستم انجينيرنج الفيلدز دي هي الفيلدز الاساسيه اللي لازم كل الشركات بتعين منها او كل الناس لازم تبقى فاهماها حتى قبل ما تتحرك للفيلدز الجديده اللي بنتكلم عنها لازم على الاقل تبقى عارف ازاي تبني سيستم بسيط او ويب سايت بسيط او ابلكيشن بسيطه قبل ما تبدا تفكر في ان انت تخش في الفيلدز الجديده دي بس هي فيلدز لازم كلنا نبقى شايفينها وعارفين ايه اللي بيحصل فيها جديد ايه التطورات اللي بتحصل فيها وواحده واحده هنبدا يعني هتبدا الشركات تشفت كمان انها ايه كل التيمز اللي عندها تتحول انها تتعلم السكيلز الجديده دي وبكده نختم كلامنا على السوفت وير ديفلوبمنت فيلد وكل السب فيلدز الجديده والترندات الجديده اللي بدات فيه وخاصه فيلد الاي اي تقدر تشوف فيديوهات كتيرة مختلفة عن التوبيك ده وتوبيكس تانية سواء مني او من اكسبرتس تانية على Career180 ويب سايت انا محمد فؤاد CTO of Tactful AI شكرا لكم